مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا. والنهارده حلقه جميله جدا، عزومه الكتف. احنا بقالنا كده فتره بنعمل لكم كل يوم عزومه بقطعه كبيره من اللحمه، وده طبعا عشان عزومات العيد ولمات العيد وتجمعات العيد، يبقى عندكم كده افكار ما تاخدش منكم جهد رهيب وفي نفس الوقت تعمل سفره لطيفه. فالنهارده عندنا عزومه الكتف، وعزومه الكتف هتكون عزومه كده مطرقعه شويه، هنعمل فيها حاجات جديده وحاجات مختلفه بس هتكون جميله جدا. فهنعمل فيها كتف بالمستردة والعسل، والكتف بتاعنا النهارده ضاني، عشان كده انا متعمده استخدم معاه المستردة والعسل، الاثنين ليهم احلى اثر على الضاني. المستردة بمزازتها بتخلي طعمه احلى، العسل بيطري لحمه وبيخليه يستوي بسرعه، هيبقى عندنا ايه تتبيله حلوه جدا يعني. وعندنا مع المستردة دايما بيليق كده الحاجات اللي فيها ليمون، اللي فيها برتقان، فعاملين رز بالبرتقان، حاطين فيه كمان جزر، حاطين فيه حاجات لطيفه جدا، وعاملين بارميزان، بس بارميزان من غير فراخ، عاملين بارميزان الكوسه برده، وصفه جميله جدا وتليق قوي طبق جانبي على الاكل. تعالوا نبدا بالكتف. والكتف يا جماعه هنحتاج له التالي، عندنا طبعا كتف ضاني وانا سايبه الدهن بتاعه كله، انا عايزاه يفضل يسيح اثناء السوى ويديني احسن طعم ويديني احسن طراوه، وبعد كده هبقى اشيل بقى السمين براحتي، مش لازم اكله بس يبقى موجود وقت السوى. وعندي كيلو بطاطس متقطعه ودجز اتمان، يعني راس توم كبيره اخد الفصوص كلها، وعندي كوبايه زبادي، وعندي كمان نص كوبايه مستردة، واربع معالق كبيره عسل ابيض، وزيت نباتي، ومعلقه كبيره زعتر ناشف، معلقه كبيره توم باودر، ومعلقه كبيره بصل باودر، ومعلقه كبيره بابريكا، ومعلقتين صغيرين جنزبيل مطحون، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، ملح وفلفل اسود. دي مقدرنا وده اللي هنشتغل بيه دلوقتي. عايزين نعمل التتبيله. اول حاجه قبل كمان ما نعمل التتبيله، انا عايزه اعمل حاجه، عايزه ادخل فصوص الثوم دي كلها جوه الكتف بتاعي. الكتف يا جماعه هو مخلي من اغلب العظم، لو تلاحظوا احنا شايلين منه العظمات الرخمه كلها، سايبين بس العظمه اللي ماسكاه دي، وده الكتف اللي كان معانا من حلقه ميت زون مع اسلام، فاكرين الجزار اللي كان معانا والحاج احمد الصمتي، عملنا معاهم حاجات كتير، وكان منها الكتف ده، هم جابوهولي عشان اشتغل بيه. جوانتياتنا ميديم ليه حلوين، جوانتياتنا ميديم ليه، ما هي ملخبطه بقى على بعضيها كالمعتاد يعني، ربنا ما يقطع لنا عاده. يا رب. في ميزان حسناتي انا بقى، ابتلاء، عارف الابتلاء ده ابتلاء. يلا الكتف قدامنا، نفس اللي هعمله ده ينفع مع فخده يا جماعه، ينفع مع اي قطعه لحمه كبيره عايزين تعملوا لها روستو. مبدئيا انا عندي هنا فتحه كده، الفتحه دي بحب اجيب فص ثوم كده او فصين واحشرهم فيها، عشان بتفضل توزع طعم على الكتف كله. فهناخد لا دي مامتي بتتصل بيا ما اعرفش ليه، وهي عارفه ان انا على الهوا، فاكيد بتفرج على، اكيد انا على الهوا يا ماما يعني. عيب والله يعني، تيجي من الغرب ما تجيش منك. هبدا اغرز الفصوص، وده اختياري على فكره، مش لازم ابدا نعمله خالص. يلا بينا، هشتغل من الناحية التانية الحقيقة أسهل، عشان الناحية اللي بيبقى فيها السمين دي بتبقى رخمة شوية في التقطيع، فالناحية دي بتكون أسهل شوية. وهاخد فصوص ثوم. الكتف يا جماعة مش زي الفخدة، ما عنديش لحم غويط قوي فهعرف كده أزق السكينة بقى وأتعامل، لأ ما عنديش الأوبشنز دي قوي، فالسكينة معايا تكون حنينة كده وأعرف بس أدخل الفصوص، مهما كانت يعني أنا دخلتها على الوش هتفرق جدا وهتدي طعم. وأجي كده عند الحتت اللحمية التخينة برضو أعمل نفس القصة، ادخل لي فص ولا حاجه. الثوم بيفرق قوي في الضاني، قوي 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 يعني، الناس اللي ما بتحبش الضاني بالطرق اللي احنا بنعملها اليومين دول، اؤكد لكم ان رايكم ممكن يتغير جدا. انا نفسي كنت واحده من الناس اللي ما بتحطش ضاني في بقها، بس يعني لما لقيت ان انا بعمله بطرق على مزاجي وبتضيع لي الحاجات اللي انا ما بحبهاش، بقيت احبه الصراحه زيه زي البقري بالظبط، ما بقاش عندي عليه اي تحفظات ولا اي اعتراض.
ولسه بنغرز الفصوص. هم لو سمحتوا الجوانتيات بسرعه عشان انا مش عارفه اشتغل بقى. بصوا مش عارفه اشتغل. فهندخل الفصوص نكمل اخر واحد اخده هنا كده. فعلا الشركه وحشين قوي الشركه. انت هتقولي طواطئة. ماشي، غرزنا فصوص التوم كلها في الفخدة، أو في، أنا هفضل أقول فخدة بقى طول الحلقة، فرجعولي يعني رجعوني في الكتف. وهبدأ دلوقتي أخلط التوابل. أنا عندي هنا شوية جنزبيل، عندي توم باودر، عندي جوز الطيب، عندي زعتر، بابريكا وتوم باودر، ليه بخلطهم؟ عشان عايزة اخد جزء صغير من خلطة التوابل دي اتبل بيه البطاطس اللي انا مش شايفاها بالمناسبة يعني. ايه؟ لا انا عايزة البطاطس. نقلب التوابل كلها. يبقوا زي ميكس كده. بس كده حلو قوي. وحالي دلوقتي اعمل التتبيلة. بولة وهضيف كل مكوناتي هنا. وانا بكلم استاذ هاني كده هحط الزبادي. يا استاذ هاني اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام مدام. ممكن ممكن اعرف طريقه الكتف من الاول، التتبيله بتاعتها من الاول؟ حالا اقولها لحضرتك تاني من تحت امرك يا استاذ هاني. اهلا وسهلا بيك. من فضلكم ممكن ننزل الاستاذ هاني تتبيله الكتف تاني. شو استاذ فهمي؟ انا هقعد اقول بقى غلط. بص يا استاذ فهمي، يعني انا اصلا ايه في الضيعه، فانت كده ايه بوظت الموضوع خالص. تمام. حطينا هنا الزبادي والعسل والمستردة، كل المواد الحمضيه ليها اثر رائع على، هو انا دخلي توم؟ لا اللي جه توم، يعني مش عارفه ايه اللي حصل. بصوا على اديكوا يا جماعه، بصوا يا جماعة ايها المشاهدون، انتوا شاهدين عليا، انا قلت بطاطس جالي توم. عشان بتقولوا لي انت بتتعصبي ليه؟ اديني اديكوا عرفتوا بتعصب ليه. ماشي، بطاطس من فضلكم. انا بتهم بتهم ان انا بتعصب وبتجنى عليكم، فاهو شافوا موقف فعلي يعني علشان ايه يحسوا بيا شويه. انا سعيده والله ان ده حصل. ماشي، شكرا لاستاذ فهمي. فهمي التتبيله على الشاشه. بالظبط التتبيله على الشاشه هي حضرتك. احنا بس كل اللي هنعمله انه هنخلط كل المكونات ونغرس شويه فصوص توم في الكتف لو انت حابب. لو مش حابب ممكن تستبعد الخطوه دي، وهيكون تتبيله عظيمه جدا وجميله جدا وهتعجبك جدا. اي مواد حمضيه بيكون ليها تاثير رائع على ريحه ودسم الضاني اللي بيضايقنا. اي حاجه مسكره بتساعد ان اللحمه بتاعته تستوي بسرعه. يعني ايه الحاجات المززه كلها؟ دبس الرمان، المستردة، عصير البرتقان، عصير الليمون. ده اللي في دماغي دلوقتي من الحاجات اللي فيها مزازه اللي بتظبط لنا طعم الضاني. طيب، طب هي البطاطس متقشره، فانا مش يعني ادعي عليكم بايه؟ طيب ايه يا قاعدة عليكم بايه؟ ده انا المشاهد هطلب من المشاهدين يتصلوا ايدهم معايا على فكرة. قلعتوا البطاطس قشرها ليه؟ انا قلت كده؟ ماشي يلا. ابتلاء يا جماعة، ابتلاء ابتلاء وهنقبله. يلا حطينا ملح وفلفل اسود. طبعا من الحاجات بقى المسكرة اللي ممكن نضيفها للكتف
فبرضه يخلوه لطيف. عندكم برضه الدبس، في سكر العسل، السكر ذات نفسه والسكر البني ممكن يستخدموا في التتبيلات يخلوه ألطف. الصويا لطيفة جدا للناس اللي ما عندهاش مانع انها تروح ناحية نكهات غربية شوية. فأنا تبلت كده او جهزت التتبيله، بفضل اضربها دايما بمضرب سلك علشان اطمن ان هي تجانست وتمزجت تماما. وبفضل كمان اضيف لها شويه زيت حتى لو انا عندي دهن كتير في الكتف بتاعي، انا عارفه ان في دهن كتير بس لا يمنع من شويه زيت. وطبعا ضفنا ملح وفلفل على حسب الحجم كله، وعايزين تقدروا الحجم، كل كيلو من اللحمه بياخد معلقه صغيره من الملح الفلفل حسب الذوق. يا مدام ماجده اهلا وسهلا. ما يا مدام نادية اهلا وسهلا. صباح الفل على حبيبة مدام نادية. صباح الجمال والسعادة، ازاي حضرتك؟ يا قمر يا وسد، انت يا قمر يا جميل. ربنا يخليك يا مدام نادية، نورتيني يا حبيبتي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ اشكرك يا حبيبتي، الحمد لله الحمد لله. احنا نتفق ندعي لكم ما ندعيش على حد. لا 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 النهارده النهارده لا. زي العسل. لا استقطبوكي يا مدام نادية، استقطبوكي وبقيتي صفوهم. لا معلش، ربنا يبارك فيهم. انتوا كلكم بصي يعني مع بعض كده يعني خلية نحل كده، يا ما شاء الله ربنا يعني. يخليك يا حبيبتي. أكيد يا سارة. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي، كل سنة وأنتم كلكم طيبين حبيبتي. وحضرتك طيبة يا رب. برنامج وماما وبابا وكل عيلتك كده بخير يا رب. وحضرتك سلميلي على جو الشيف الصغير الجميل. اه ده جو عايزة أقول لك بقى في الويك إند تبل معايا فخدة. وقفت وتبل معايا فخدة. ربنا يخليك فيه يا حبيبة قلبي. ربنا يخليك يا سارة. مريم. أنا عايزة حاجة تبقى تخلي اللحمة المشوية طرية. اولا اولا بتستخدمي ايه للشوي؟ ده اول سؤال. نعم بتتبل بصل وطماطم والبهارات اللي حبيبتي. عندي بحط شويه زيت. مش ده سؤالي، سؤالي بتستخدمي ايه للشوي؟ يعني نوع قطعيه اللحمه ايه؟ لا اللي هي اللي اداني الشرايح الحلوه الرفيعه دي. طيب اول حاجه طبعا اتاكدي انها قطعيه مناسبه للشوي، ده اول حاجه. مناسبه والله يا ساره، بس بتنشف مني. يا ريت انت ما تسويهاش زياده يا مدام ناديه. ما تسويهاش زياده، تقولي لي التتبيله حلوه. ما تسويهاش زياده، تتبيلتك حلوه ما فيهاش حاجه، بس واضح ان ممكن تكوني بتتكي عليها سنه زياده في السوى. النار عاليه، ممكن الفحم بيبقى عالي قريب منها. ما تخليش الفحم قريب، ده اول حاجه. ما تخليهوش مشعوط بيطلع حراره جامده، ده برضو بيأثر على السوى. خليه معتدل. وخلي اللحمه في مكان متوسط منه، لا قريبه قوي ولا بعيده قوي، وما تسويهاش كتير. ما تسويهاش كتير. تسلم كل تعليماتك وحاجاتك الجميله وحلقاتك كلها ممتازه. نجاح لنجاح، وربنا يحسن ما بين ايديكي ويحبب فيكي خلقه يا رب. اشكرك. وتحياتي لكل الكاست قناتك. اشكرك يا حبيبتي، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، واهلا وسهلا بيكي. انتوا هتقعدوا بقى تسطبوا المتصلين لصالحكم، اطلع اجنداتكم السوداء كلها، احنا فيها بالحب مش كده؟ ماشي. البطاطس حطينا لها شويه من خلطه التوابل اللي عملناها وشويه ملح وزيت وفلفل اسود. طب انا والله بجد يا شباب محتاجه فعلا الجوانتيات عشان انا محتاسه. هنحط البطاطس بالزيت بتاعها بالتوابل بتاعتها بكل حاجه. وانا اسفه والله للحصه دي، بس يعني الجوانتيات بتقع من ايدي، اعذروني. وهنوزع البطاطس، وممكن ما نحطهاش من الاول، ممكن نستنى شويه لحد ما الفخده كده تشم ايه نفسها. وهنيجي ناخد الفخده بتاعتنا دي ونبدا نتبل. وما عنديش اي مانع ان التتبيله تيجي على الكتف وتنزل على البطاطس خالص، بالعكس ده عايز الطلب. شويه التتبيله دول هاخدهم اتبل بيهم الناحيه دي، نتبل كويس قوي. ونقلب الناحية الجاية او الناحية التانية. ماشي. وهناخد بقية التتبيلة. بس كده
تبلناها، هتسيبوها في التتبيله تمام. حطينا التتبيله، هنسيب بقى الفخده متتبله ليله ليلتين، مفيش اي مشكله. كل ما هتقعد في التتبيله كل ما هتحلو. وعندنا حلين، يا اما هنسيب الفخده دي مكشوفه تاخد لون وبعد كده هنقوم مغطينها، يا اما نغطيها من الاول لو احنا مش بنحب الطرف او الوش المقرمش قوي. انا بحبها تتقرمش حبه الاول وبعد كده بقوم مغطيها. طبعا عايزه ازق كده شويه بس ندخل. ايوه ادخلي بقى جوه، ده انتي رخمه. بس خلاص نمسح الاطراف عشان مفيش اي حاجه تلزق. والتتبيله دي على قد حلاوتها على قد ما هي حساسه حبتين، حساسه حبتين علشان فيها عسل، العسل ممكن يتحرق، في سكر، في محتوى سكر، فلازم نركز معاها ان اول ما تاخد اللون نغطيها على طول. طبعا تعليمات السوى، الفرن مبدئيا سخن، لازم يكون سخن، مفيش اي قطعه لحمه عندي تدخل فرن بارد. فالفرن بتاعي مسخناه كويس جدا على اعلى درجه حراره، وهدخل الفخده على درجه حراره 200 الكتف. اسفه انا عماله اقول، بس نبهوني والنبي يا جماعه لما غلط، عماله اقول الفخده وهو كتف. هندخل الكتف يستوي، الرهط اللي في النص او يعني اللي في التلتين، التلت اللي تحت كده هيكون كويس. انا هنزل ده شويه بس، تمام كده. يوم بقى الخميس انا عملت ايه؟ جبت يوسف وقلت له يا يوسف تعالى نتبل الفخده مع بعض للعيد. وقعدنا انا بقى وعملنا التتبيله وقعد هو يقلب وكان سعيد جدا. فهو يوسف ما كملش 3 سنين، فدي حاجه ممكن تعملوها مع اولادكم الصغيرين فعلا. يعني وقفته جنبي على كرسي في المطبخ وقعد بقى يقلب 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 وكان في قمه السعاده. واقول له بقى عملت ايه يوسف؟ يقول تبليله، وهو فخور بنفسه قوي. عملنا ايه يوسف؟ التبليله، وهو مصمم انها تبليله، ويعني ساعدني وكان جميل جدا وفخور بنفسه جدا. فخلوا اولادكم يساعدوكم، مفيش مشكله في الحاجات اللي مفيش فيها خطوره. دي حاجه هتتعمل على البارد ومفيش فيها غير شويه تقليب، مفيش اي حراره، خليهم يقفوا معاك ويتسلوا ويتعلموا او يتعودوا من وهم صغيرين ان هم يبقوا متعاونين ويساعدوا. كده فخدتنا في الفرن. تاني الرف اللي من تحت شويه، يعني اطلع تلت كده واحط الرف، درجه حراره 200، فرني سخن. لو عندي مروحة توزيع حرارة هشغلها، وهسيب الفخدة أو الكتف ياخدوا اللون الحلو، وبعد كده أغطيهم بفويل يكملوا سوا. بنحسب السوا إزاي؟ كل كيلو من اللحمة بياخد حوالي ساعة إلا ربع الساعة سوا. إحنا عايزينها تبقى دايبة كده من على اللحم، و ما بتلحقش، ما بنلحقش نمسك العظم نلاقي اللحمة دابت من عليها. هنطلع فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا نكمل حلقتنا مع بعض، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، وبعد ما دخلنا الكتف الجميل بتاعنا الفرن بتتبيلة المستردة والعسل، تاني بأكد عليكم تتبيلة المستردة والعسل أولا طعمها مش شاذ، مش من الحاجات اللي هتاكلوها هتقولوا إيه ده الطعم غريب قوي، مش هتحسوا إنها مسكرة إطلاقا، وليها أثر رائع على اللحوم الضاني اللي بتحتاج شوية. فدي تتبيلة مناسبة جدا للكتف وللفخدة كمان على فكرة، هتعجب، وللريش، عظيمة للريش. ولو عملتوا بقى شرايح فليتو بالتتبيله دي، اوف روعه، بتبقى كده بتدوب. فهي تتبيله جميله قوي قوي، ومحدش يقلق من طعمها، مش غريب ومش شاذ عن النكهه اللي احنا متعودين عليه. طيب عندنا ايه دلوقتي؟ عندنا الرز اللي بالبرتقان. تعالوا نشوف مقاديره ايه. ورز بالبرتقان هنعمله بثلاث كوبايات رز بسمتي، وكوبايه جزر مبشور، وبصلتين مفرومين، 5 فصوص ثوم صحاح زي ما هما، نص كوباية بقدونس مفروم، وبشر برتقانة كده كاملة كبير حلو، سمنة، و6 كوبايات مرقة، و3 ورقات لورا، و6 فصوص حبهان صحيح، 3 حبات قرنفل صحيح، معلقة كبيرة زعفران باودر، وملح وفلفل اسود. ونبدأ في الشغل. أول حاجة هنحط السمنة، نفس الوصفة دي، ينفع تبقى بالزيت عادي جدا، ينفع تبقى بالزبدة عادي جدا، اللي يناسبكم ويناسب ذوقكم. والحقيقة هي بالزبدة بتبقى حلوة قوي، لو حد عايز يستخدم الزبدة وبالسمنة كمان رائعة.
انا هحط شويه سمنه كده محترمين على قد كميه الرز، انا عايزاه مفلفل كده وجميل. وهبدا دلوقتي استنى بس السمنه تسخن عشان عايزه ادبل البصل. وانا الحقيقه في وصفه زي دي ما عنديش مشكله خالص ان البصل يكون نزل شويه من ميته، فمش بالضروره استنى السمنه تسخن قوي، يعني كفايه انها تدفى هيبقى حلو، لان نزلان الميه منه هيديني طعم حلو للبصل مش هيأثر في حاجه. مع البصل عايزه احط كل التوابل الصحيحه، فادي البصل بصوا هي زي ما قلت سخنت بس مش قوي يعني، وده بالنسبه لي كويس. القرنفل واللورا والحبهان تقليبه حلوه. وعلى طول حدي رشه فلفل اسود ورشه ملح تقليبه. عايزه البصل يدبل بس، والبصل بيدبل كده هحط معاه فصوص الثوم الصحيحه يا جماعه. انا مش عايزه ثوم في الرز، لكن لما بحط الفص صحيح مش قادره اقول لكم بيفرق في الطعم ازاي وبيخليه تحفه وروعه ازاي. مع البصل هحط الجزر ياخد برده تشويحه. الجزر ده ممكن يكون متقطع شرايح مفيش مشكله خالص، ممكن يكون متقطع فرم كده مكعبات صغنطوطه، وممكن يكون مبشور زي ما انا عاملاه تقليبه. والنوع الرز ده مناسب جدا لنكهه الكتف اللي احنا عاملينه النهارده، ويليق قوي على فخده يا جماعه، ويليق قوي على الشوي براحتكم، يعني ممكن تستخدموه في وصفات في حاجات كتير، ومش بس لحوم، لحوم وفراخ كمان. تقليبه حلوه، وهنسيب الحاجات تدبل شويه، وهحط معاهم وهم كده بيتشوحوا شويه من كميه البقدونس مش كله، وهحط كمان بشر البرتقال يبدا يطلع طعمه والزيوت الطبيعيه بتاعته اللي هتخلي الرز ده رائع. نكلم مدام امال واحنا شغالين. يا مدام امال اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام سارة؟ ازيك يا مدام امال، منوراني يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبه قلبي، كل سنه وحياتك طيبه. وانتي بالف صحه وسلامه يا رب. بقول لك يا ست سارة معلش والله كنت عايزه احكيك في حاجه كده. انا كنت جايبه الثوم الاخضر ده وفرناه وحطيت عليه ملح وعبيته في اكياس وحطيته في الفريزر. لما جيت استعمله الكلام ده بقاله زي شهرين، اما جيت استعمله لقيت لونه مغير كده ومدي على احمر عادي خالص، يعني صفار بحمار عادي خالص مفيش مشكله. يعني اللون الاحمر اللي فيه ده ما خدش منه استعمله عادي، طعمه ما زي ما هو صح؟ نعم الطعم زي ما هو. الطعم والريحه عادي، بس اللون بس اللي قلقني، يعني لقيت لونه مدي على الحمار كده فخفت. اشتغلي عادي وما تخافيش خالص، في توم بيحمر وفي توم بيصفر وفي توم بيبقى لونه مزرق وفي مخضر، كل دول بيتعرض بس لعمليات اكسده معينه، بس في الاخر هو لا بيأثر لا على طعم ولا على لون الثوم ولا على ريحه الثوم، ولا يعني ان هو فاسد، هو حصل له تغيير بسيط في اللون بس، مفيش اي فسدان ولا في اي حاجه تقلقي منها حبيبتي استخدميه. تسلمي حبيبتي، اهلا بيك. انا بس كنت قلقانه بس لا يا حبيبتي، لو لونه غير يبقى كده فسد ممكن يضر على لا يا حبيبتي يعني. لا يا حبيبتي ربنا يبعد عنك اي ضرر، استخدميه وما تقلقيش خالص ابدا. اهلا بيك يا حبيبتي. البصل دبل، الجزر دبل، الثوم ريحته طلعت، البرتقال بقى مش قادره احكي لكم يعني ريحته مسمعه ايه اخر الاستوديو. نيجي دلوقتي نحط الرز ياخد تشويحه وتقليبه كده مع الكلام الجميل ده كله، ونعمل ده واحنا بنكلم مدام زينب. يا مدام زينب منوراني. الله يخليك يا بنتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي. ربنا يصلح حالك يا رب. يا رب حالك يا رب وحال الجميع. بقول لك ايه يا ساره؟ اؤمريني. الامر لله وحده. عندي بانيه بس مش عايزه طريقه بقى البيض والكلام ده. عايزه كده اعمله زي حاجه زي المشوي كده. صدور يعني صدور فراخ. عايزه تشويها كده؟ بصي هقول لك حاجه، التتبيله عملناها اللي بالمستردة والعديل راف الشوي. وتقدري تعملي لها تتبيله بسيطه خالص، شويه كده ميه بصل وشويه فراخ وملح وفلفل اسود، مش قادره اقول لك بتطلع جميله ازاي يا حبيبتي، تتبيله بسيطه جدا ولكن بتدي نكهه عظيمه ما بتبقاش، وبتبقى جميله قوي قوي قوي، وصحه وهنا يا رب عليكي. انا حطيت الزعفران الباودر وبقلبه دلوقتي مع الرز، وطبعا اديكم شايفين يعني هو خلى الرز عامل ازاي.
وهاجي دلوقتي احط بقيه الخضره. اللي انا كنت سايباها وعايزه احط ملح وعايزه اسقي بالمرقه واسيبه يستوي. حالا تقليبه عشان بس الملح والحاجات الاخيره اللي ضفناها تتخلط، وبقى عندنا كده ايه احلى رز بالبرتقال، هيبقى احلى طبق جانبي جنب الكتف الجميل اللي احنا بنعمله. تقليبه كده وخلاص، سوى رز عادي جدا نار عاليه لحد ما يغلي حلو ويشرب كل السوائل. بعد كده بنوطي درجه الحراره ونسيبه يكمل سوى على البخار. نراعي في الملح ان احنا عندنا مرقه هتكون اوريدي مالحه، فبنقلل في الملح شويه عشان تظبط في الاخر. هنطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع بنعمل ايه في بارميجان الكوسه، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل. الحله بتاعتنا على النار، واضح طبعا من منظر البخار كده ايه ان الرز ده غالي وعمال اهو يشرب في المرقه بتاعته، فانا كده تمام جدا جدا. لونه تحفه، ريحته تحفه، وهيبقى جميل جدا الله ويعجبكم قوي لما تجربوه. هو طبق جانبي رائع جنب المشاوي والحاجات النواشف بانيه او كده، بيبقى جميل جدا جنبيها. فاحنا سايبينه على نار عاليه لحد ما يشرب السوائل. تعالوا بقى نشوف تاني معانا نعمل النهارده كوسه بارميجان. و انا مش قادره اقول لكم، مش انا لسه كنت بحكي لكم من كام يوم قد ايه انا بكره الكوسه، بس يعني الطبق ده انا بحبه جدا. يعني ده من الحاجات اللي بتخليني اكل كوسه وانا سعيده كده وفرحانه ومتحمسه. تعالوا نشوف مقاديره ونشوف هنعمله ازاي. عندي 2 كيلو كوسه متقطعه شرايح طوليه كده، انا عفرتها، خلوها 2 يا جماعه، انا كاتبه كيلو على الشاشه بس هما 2، دي غلطه مني انا. شكرا جزيلا. 2 كيلو كوسه بنعفرهم، بنقطعهم الشرايح الطوليه اللي انتوا شايفينها دي، بنعفرهم بالدقيق، بنقليهم في الزيت، وممكن يبقوا يتقلوا بس او يتشوحوا بس او يتشووا بس لو حابين، وممكن يتعملوا بانيه، بس انا حسيت ان ده هيبقى تقيل قوي جنب نوعيه الاكل النهارده. وعندي كمان معلقه كبيره زعتر طازه، عندي معلقتين كبار ثوم مفروم، وعندي حزمه ريحان مفروم، وعندي 500 ملي صلصه طماطم، وكمان صلصه طماطم جاهزه او انتوا عاملينها في البيت لو الاثنين مش موجودين، عصير طماطم، كوبايتين مرقه، وكوبايه جبنه بارميزان ممكن يبقى اقل مفيش مشكله، ومكعب جبنه موتزاريلا طازه مبشور، والمجمده برضو تنفع، هي بس الطازه ميزتها بتسيح اسرع واحلى، زيت زيتون ورشه جوز الطيب وملح وفلفل اسود. هي الكوسه تاني قطعناها شرايح طوليه، هتبان اهي معاكم دلوقتي هنوريها لكم، شرايح طوليه اهي زي ما انتوا شايفين كده، والشرايح الطوليه دي عفرناها بالدقيق وقليناها في الزيت، شكلها جميل ولطيف واللون الذهبي ده هو اللي عايزين نشوفه. شكرا يا حمدي. وحالا حالا هنبدا نعمل الصلصه عشان نكون الطبق بتاعنا. الصلصه بتاعتنا هنبداها بزيت الزيتون والثوم، وبيتحطوا باردين مع بعض في الووك او في الطاسه مفيش مشكله. فانا هاجي هحط زيت الزيتون وهحط معاه الثوم على طول، تشويح سريع مش عايزه اللون يتغير. وعلى طول هقوم حاطه عليه الطماطم كلها مع المرقة مع الريحان والزعتر، مع رشة جوزة الطيب، فلفل اسود، شوية ملح،
نقلب ونسيب الصوص يغلي ويتكثف. تقليب وهصبر عليه بس يغلي. ممكن ابدل اجيبه هو على العين العالية دلوقتي وادي الرز على العين الاصغر عشان انا مش محتاجة بقى للرز خلاص نار عالية قوي. يلا وانت تعالى بقى هنا ايه عشان ننجز. نبص كده الرز لسه ما شربش ميته يبقى ما نوطيش عليه النار. عايزة الصوص ده يغلي غلوتين مش اكتر من كده ويتكثف بس شوية صغيرة مش اكتر من كده برضو. فانا سايباه على النار لحد ما ده يحصل. ولحد ما ده يحصل عايزين نعمل ايه؟ نحضر الطبق. طبق بايركس لطيف ومحترم كده نشتغل فيه ونشيل بقى الحاجات الفاضية. نروق كده مكاننا عشان نشتغل على النظافة. جوانتي في ايدنا عشان ايه نبقى براحتنا. والوصفة اللي انا بعملها دلوقتي دي عايزة اقول لكم بتبقى روعة بالبتنجان. هي هي بس بدل الكوسة بتنجان. وروعة كمان بالبطاطس ممتازة. وروعة بميكس خضار مفيش مشكلة. فتقدروا تغيروا فيها براحتكم بس هي المفضلة ليا انا شخصيا الكوسة والبتنجان. البتنجان بالذات بتموتني يعني من حلاوتها. الصوص بتاعنا غلي واحنا ما كناش عايزين اكتر من كده. زي الفل. الغلوة الواحدة دي هي كل اللي احنا عايزينه. فهنشيله من على النار نجيبه قدامنا كده ونبدأ نجمع الطبق. تجميع الطبق بيتم بان انا بحط اول حاجة معلقة من الصلصة في قاع الطبق بتاعي. انا عايزة الصوص الجميل اللي بالريحان ده يوصل الكوسة من كل حتة. فهاخد شوية صوص. تقدروا تتحكموا في سمك الصوص على مزاجكم برضو. دي من الحاجات يعني اللي برضو براحتكم خالص. نظبطك دلوقتي اي خدمة. وهنبدأ نرص الكوسة شرايح كده داير ما يدور. نغلف بيها القاع تماما. الرص مش لازم يكون بالملي خالص. مفيش حنتفى في وصفات زي دي. الوصفة اللي بنعملها دي وصفة ايطالية وانتوا عارفين المطبخ الايطالي مفيش فيه اي حنتفى خالص. موضوع فيه بيبقى مرن وجميل وسهل ومعتمد على النكهات الطبيعية اللي جاية من الاعشاب ومن الخضار اكتر ما بيعتمد على التوابل. فوصفاته بتبقى جميلة جدا. هنقفل تماما القاع. ومش عايزين ننسى الرز. عايزين نفتكر نوطي عليه لما يشرب المية. نقفل بقى كده جوه خالص. بس ابص بس على الرز قبل ما اسرح. ويعني ايه ممكن نبدأ نوطي عليه شوية. ونرجع هنا للكوسة الجميلة دي. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد موتزاريلا ووزع عليها. وهاخد رشة من البارميجان وهي من الصلصة. ريحتها حتى من قبل يعني ما تدخل الفرن تجنن. بس كفايه كده. طبقه تانيه من الكوسه. ولو بتعملوها بالبتنجان نفس الخطوات بالظبط. البتنجان هيتعفر بالدقيق ويتقلي في الزيت يا اما يتعمل بالبيض والبقسماط. الاتنين يجوزوا مفيش مشكله. وهيتقلي في زيت سخن وهيطلع يترص بنفس الطريقة الجميلة دي مع بقية المكونات.
تقدروا تستغنوا عن الجبنه البارميزان. انا عارفه ان في ناس كتير ما بتقدرش على تمنها احيانا، وفي ناس ما بتلاقيهاش اساسا. تقدروا تبدلوها بجبنه تانية اسمها جرانا بادانو، بتكون زي طعم البارميزان شويه، اقل حده منها في الطعم، ولكن ارخص في السعر، ارخص. حلوين يعني، انا بستخدمها كتير جدا كبديل. وتقدروا بكل بساطة تشيلوها تماما من الوصفة، أو تحطوا رشة من الجبنة الرومي هتدينا حدوقية وهتبقى لطيفة برضو، مفيش مشكلة. احنا قلنا ان احنا بنطوع الوصفات على حسب المتوفر عندنا، مش هنسيب الوصفة هي اللي تتحكم فينا. هنوزع كل الكوسة ومش هسيب بقى حاجة، يعني حتى لو اضطريت امشي طبقة تانية عادي، امشوا طبقة تانية على الحتة الرفيعة مفيش مشكلة، او على الجناب كده عشان تخلوا الجناب سميكه ومتماسكه. هوزع كله، انتوا لازقين في بعض ليه؟ الشريحتين مش راضيين يسيبوا بعض. بس نقفل كل الفراغات، واحنا بنكلم مدام رشا. يا مدام رشا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك حبيبه قلبي؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا مدام رشا، منوره. انا الحمد لله بخير يا رب دايما يا حبيبتي. يا رب. انا بس كان عندي استفسار حضرتك. اتفضلي. ليه ما فيش بس يعني بتعرضوا وصفات نباتيه او حاجات صيني دايما؟ انا كل ما اقلب على القناه نباتيه اهو، ما بلاقيش اي حاجه نباتي او حاجه صيني. اهو يا مدام، ازاي اهو والله اهو. شيلي الجبن، شيلي الجبن على طول، شيلي الجبن. موضوع بسيط، نشيل الجبن بقت نباتيه على طول. او نستخدم جبن، ممكن احط فول صويا مثلا او مشروم او اي حاجه ثانيه. اقول لك بقى حاجه حلوه، لا 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 مش لازم خالص. عارفه الجبنه البيضه الصيامي؟ عارفه الجبنه البيضه الصيامي اكيد صح؟ اه اكيد طبعا. استخدميها مفيش اي مشكله، هيطلع طبق زي الفل بجد. اه والله وعلى ضمانتي، وهتتكلميني تقولي لي انه عجبك ان شاء الله. ميرسي جدا. بس يا ريت يعني يكون في وصفات نباتيه صرفه، يعني يكون نباتي من عيني لك، ما فيهاش البان او بيض او فراخ او لحمه او حاجات من دي خالص. من عينيا لك. كل يوم كده او كل اسبوع تحطي وصفه معينه يكون فيها حاجات نباتيه. ممكن يا نور نركز على الموضوع ده، فكر لنا كده ان بس نفكر في يوم يكون كده وصفاته كلها مش نباتي بس، نباتي صيامي ممكن؟ ميرسي يا حبيبتي، شكرا جزيلا. فحاضر والله اوعدك، وهي اصلا فكره جميله وفكره صحيه، والمفروض نعمل كده فعلا. فاوعدك ان احنا هنعمل كده، لكن طبعا في طرق كتيره جدا لان احنا نحول وصفه بكل بساطه، بتعديل بسيط خالص، من وصفه عاديه لوصفه نباتيه، زي مثلا اللي احنا بنقول عليه دلوقتي حضرتك. مجرد ما تشيلي الجبن دي وتحطي بدلها جبنه نباتي، او تستغني عن الجبنه تماما، خلاص بقت وصفه صيامي جميله جدا. يعني حتى مش وصفه صيامي وبس، وصفه صيامي هتعجبك تعمليها حتى لو انت مش صايمه. هنحط الجبن، وطبعا بشكرك على اتصالك ونورتيني يا حبيبتي. حاضر، نحط الجبن ونطلع الفاصل. جبن على الوش، وبقى بارميزان على الوش كمان، او زي ما قلنا بدلها جرانا بادانو، او شويه من الرومي، او من غير خالص. طب يا ساره، افرض انا عندي شيدر وعايزه استخدمها، مش عايزه اروح ادفع فلوس في ان انا اجيب جبنه تاني، في مشكله؟ عادي استخدميها، يعني مش هتقول لا بصراحه، مفيش حاجه بتقول لا، ما دام ما اخلتش باساس من اساسات الوصفه ما عنديش اي مشكله او تحفظ. يلا بينا. الطبق الفظيع ده بقى هيدخل حالا على الفرن، مجرد ما الجبن تسيح ويغلي له غلوتين كده يبقى بقى جاهز وجميل. هنطلع فاصل صغير جدا، وهدخل طبقي في فرن سخن على درجة حرارة 200 لحد ما الوش يحمر والجبن تسيح، يبقى تمام كده كفاية، ونطلعه. فاصل صغير ونرجع لكم.
ورجعنا من الفاصل، وعايزه اقول لكم ايه اللي قدامنا ده، لان انتوا طبعا اكيد شفتوا ان احنا ما عملناهوش في الحلقه. فاكرين لما كان معايا اسلام من ميت زون والحاج احمد وعملوا لنا كده، وكانوا جايبين لنا كتف مخلي وعاملينه ولفينه بالطريقه دي وحشينه برز، هم سابوهولي وطلبوا مني اني اوعدهم ان انا اسويه واوريه لكم. فهو ده كتف زي بالظبط اللي انا اشتغلت بيه النهارده، لكن حشيناه رز بالخلطه. اي رز بالخلطه تحبوه في حياتكم تحشوه بيه. وسايبين هنا عظمه، العظمه اللي هي دي طلعناها كده خليناها بالمنظر ده، والعظمه الثانيه خليناها بالمنظر ده علشان يدي الشكل الجميل ده، فبقى شكله زي ما انتم شايفين كده. وانا وعدتهم ان انا هسويه واقدمه في حلقه، فزي ما وعدتهم بنفذ وعدي وبسويه واقدمه في حلقه اهو، وشكله جميل جدا، واكيد شكله على سفره هيكون روعه. هوديه بس الناحيه الثانيه ناحيه التقديم، واجي اشوف معاكم في ايه تاني. في طبعا الفخده الكتف اللي احنا طلعناه من الفرن وشكله يجنن. طبعا هو ملحقش لسه يستوي، انا بس حبيت اطلعه من الفرن عشان اقدمه لكم، لكن هياخد وقت سوى اكتر من كده. وبقول اهو علشان محدش بس ايه يفتكر ان انا كده بقول انه استوى، لا لسه ما استواش ولسه عايز شويه وقت. هنشوف له كده طبق نقدمه عليه. يلا بينا، وانا كده هاخده. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن سخن. وناخد البطاطس الحلوة دي بقى، صاجات الفرن بقى بتبقى رخمة ان احيانا الاكل بيلزق فيها، بس يعني هنعرف نتصرف. استنوا نجيب حاجة كبيرة، اصلا ايه اللي انا بعمله ده. يلا هعدي كده بس دي. طب بقول لكم ايه، بدل ما اضيع وقت ممكن تاخدوه المطبخ نعمل الموضوع ده وترجعوه لي تاني. بدل ما نقعد نضيع وقت في ان احنا نفكه، هو بيفك بس يعني ايه محتاج بس نعدي تحتيه البتاع دي. فبدل ما نقعد ايه نضيع كل السيجمنت في ان احنا قاعدين بنفكه، المطبخ مشكورين هيساعدونا ويفكوه لنا ونجيبوه. طبعا يعني صاج الفرن دايما ده عيبه، بس للاسف الكتف والفخده والحاجات دي بتبقى محتاجه حاجات كبيره، فما بينفعش غير صاج الفرن. لكن يعني لو في اي حاجه كبيره عندكم ما بتلزقش استخدموها، اكيد هتريحكم اكتر. ماشي، عندنا ايه كمان عايزين نعمله؟ عايزين نشوف الرز حصل فيه ايه. تعالوا كده نبص على الرز، والرز اعتقد انه هيكون استوى. الله 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 على الشكل، بصوا الجمال، تحفة وروعة. ولما نقلب نقلب يا اما بشوكة يا اما بسباتشولا، فهنيجي كده ايه ليطمئن قلبي ادوق. روعة، مش عايز غير يتقدم، مش قادرة اقول لكم طعمه حلو ازاي. اتمنى يعني انكم تجربوه. يلا بينا نقدمه. طبق مناسب جدا للاطباق اللي احنا عاملينها النهاردة. الرز ده والبارميزان طبعا عندنا في الفرن، الوش بيحمر والحقيقة بقى روعة، فانا هكتفي وهطلعه. هتشوفوا منظره عامل ازاي دلوقتي يعني. لا ده انت لسه لف الوش بقى اللي هيطلع. بص يا حمدي، بص الوش الاحمر الجميل ده، طبق تحفة يا جماعة. عايز بس ايه يتاكل، مش عايز اي حاجة تانية. شكرا. والرز هنقدمه، عايزين نحطه تحت الكتف مفيش مشكله. هاتلي بس البطاطس. ماشي، اول ما يجيبوها اختم على طول. انا خلصت، بس شفتوا بقى كويس ان احنا طلعنا البطاطس، كان زماننا لسه قاعدين نعمل فيها ومش لاحقين نقدم بقيه الاطباق. وحمدي بيصوت وانا بتلخبط وايه وحاجات مش لطيفه خالص. متأكد؟ ماشي. حمدي بيدعي انه ما كانش هيصوت وانه كان هيبقى كويس، وانا احنا كل انا وانتوا عارفين انه كذاب، فيلا معلش. انت عارف ان الكذاب بيروح مارينا طبعا.
ماشي اوكي. شايفين كل رزايه برزتها لونه اصلا لونه يجوع من غير حاجه. فالناس دايما تقول لي الرز، انا عايز الرز الاصفر عشان هعمل مع جربه بقى ده، ولا هتقولوا رز اصفر ولا غيره، والرز الاصفر بتاع المطاعم نغير بقى، مش معقوله كل مره هنعمله هو هو. حاجه زي دي مفيش فيها حاجه غريبه او مش هنحبها، حاجات كلها مالوفه وجميله ونكهات كلها سهله كده وبسيطه وفي الجون. فمش قادره اقول لكم طعمه عامل ازاي وريحته عامله ازاي، يعني يا ريت اقدر ادوقكم والله. وهيليق قوي على الاطباق اللي احنا عاملينها دي، على عرق يليق جدا، على فراخ مشويه كان في طبق اهو. وانا هاجي كده وهحط 3 شرايح برتقان على الوش بس مش اكتر من كده، شويه خضره بسيطه، نكسر بس اللون. بس كده والطبق بقى كامل متكامل. يلا البطاطس جت من المطبخ، شكرا جدا جدا يا جماعه لحقتونا ووفرتوا لنا وقت، بشكركم جدا. طبعا لو حد عنده مفرش سيليكون وعايز يحطه يا ريت، انا ما اعرفش ليه ما قلتش ما حطيتش المفرش سيليكون. يلا وهاخد البطاطس دي داير ما يدور، والمقادير على الهوا معاكم اهي عشان اي حد فاته اي مقادير واحنا شغالين في الحلقه يلحق ياخدها تاني. وطبعا بفكركم كلكم تاني ان المقادير اصلا بتنزل كلها على صفحه القناه بي ان سي فود، وعلى صفحتي انا كمان ساره عبد السلام بتكون بالعربي وبالانجليزي، وبينزل عليها كل يوم مقادير الحلقه وكمان الطريقه مكتوبه بالتفصيل، فمش بتحتاجوا حتى تنقلوا حاجه في الحلقه، بتحتاجوا بس تركزوا في الخطوات وفي التنفيذ. وانتوا بقى ايه بالليل كده تقوموا فاتحين الفيسبوك اخدين كل المعلومات اللي انتوا عايزينها وشكرا، يعني ما فيش اي مجهود في الموضوع، وتقدروا تاخدوا سكرين شوت منها تحفظوها عندكم. الرز كمان مقاديره على الشاشه معاكم دلوقتي، وادي شويه البطاطس الحلوين، نمسح اطراف الطبق نخلي طبقنا دايما نظيف. البني آدم النظيف طبقه لازم يكون نظيف. بس شكرا جزيلا. حاجة بس تكسر اللون، فأنا جايبة أعواد زعتر ممكن أحط منها كده على الوش. بس كده. وهنا نفس الحاجة البطاطس بقى دي مش قادرة اقول لكم بتبقى عاملة ازاي، استوت بقى في الصوص وفي التتبيلة واتدلعت على الاخر وطعمها بقى عالمي. يلا هنقدم الاطباق، ويبقى كده النهاردة عملنا عزومة الكتف، وعزومة الكتف دي تضمنت كتف روستو جميل اهو ويجنن، وتضمنت كمان رز بالبرتقال، وطبعا عندنا الطبق طبق الكوسه الجراتان، الكوسه اسفه البارميزان، وسويت لكم مجرد تسويه بس نفس الكتف اللي احنا اشتغلنا بيه النهارده. لو حبينا نعمله ملفوف ومحشي هنحشيه برز بالخلطه ونقوم لافينه كده بالدباره ويبقى بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه النهارده ده. اعتقد يعني ان عزومتنا النهارده فاخره على الاخر وما تستاهلش غير انكم ايه تعزموا الحبايب وتتجمعوا عليها. الاكل شكله كله يجوع وما خدش مننا جهد، الفخده دي ممكن الكتف قصدي ممكن يتبل قبلها بيوم واتنين ويتساب في التلاجة، يبقى كل الموضوع ان انا هاخد الصينية ادخلها الفرن، الرز بس هو اللي ممكن اعمله يعني في اخر لحظة، وطبعا مش هياخد مني اي جهد، وممكن ابقى مقطعة كل حاجته ومشوحاها من الاول لو انا مزنوقة في الوقت. الصينية دي ممكن تتعمل من الاول برضو ما فيش اي مشكلة.
فالموضوع هيكون بسيط جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من النهارده. انا شخصيا استمتعت جدا بتقديم حلقتنا وبتقديم اطباقنا، واشوفكم باذن الله بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ على بي ان سي فود. كنت معكم ساره عبد السلام، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.